بالتأكيد راح يضغط القدام، يطلع القدام بيضغط بكل لاعبيه إلى الأمام، لن يترك ماسك أو لوكاس كال بعد تمريرة توزي، أسيست آخر لتوزي هذا الموسم. الشوط الثاني عندك سيف رجب، وعندك أيضا اللاعب الآخر الحديث عن اللاعب محمد أبو الشامات، طلع قاسم لجامي وطلع حسين القحطاني، الاثنين اللي غادروا أرضية الملعب. بينما سيف بصورة جميلة، بصورة جميلة إلى سيف عرضية، هي فرصة كبيرة كبيرة كبيرة، ولكن لا زال في المباراة الكثير. أوه يا سيف بعيدة، يا سيف بعيدة، بتعدي من أمام الخيبري، وصلت إلى سيف رشاد، سيف بيلعب لكرة إلى الجهة اليمنى، عرضية لا تنسى، بطاقة صفراء على لوكاس كال. ماذا عن هذه يا أبو الشامات، يا أبو الشامات، عرضية، الله الله. أوه، وعند أيضا اللاعب الآخر الحديث عن ريال بلوشي، عن سويلم المنهالي، لكن مات أبو الشامات من الجهة اليمنى، ولا هذا السيف رجب بيلعب لكرة إلى نايتان، عرضية بعيدة القادسية، الآن فيها القادسية، أبو الشامات، أبو الشامات، أبو الشامات، أبو الشامات، محاولة الكرة ملعوبة، لازال هناك أمل للقادسية، لازال هناك فرصة، التسديد، الفرصة، الكرة، أي دفاع، أي قتال، ركلة ركنية طويلة من سيف، وصلت إلى العمار، أوه العقل، العوبة على طول، الرياض في الدفاع، أبو الشامات عالية، أوبا رأسية، لكن باربت، باربت من هجومية اللقاء، الكرة إلى أبو الشامات، أي حركة يا أبو الهامات، عوبة على طول، لكن القادسية هو الأقرب، لكن القادسية هو الأقرب، القادسية لن يترك لك المجال، لن يترك لك المجال، لكن ميلان هو مع خيبري، كرة تصل من جديد باتجاه سيف، عادت إلى أبو الشامات، أبو الشاي قد، يا الله يا الله، على سيف وعلى ما يقدم في هذا اللقاء، على ما يقدم في هذا اللقاء.